السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب ادم؟ عامل ايه؟ طبعا فيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله، قلنا كده ايه نصور لكم فيديو نتكلم مثلا عن ايه، ازاي وانت بتشتري حمام ما يضحكش عليك فيه. يعني زي مثلا ايه، زي ايه الجزء ده عجبني انا هشتريه، ازاي تعرف مثلا الجزء ده شغال، الجزء ده اسمه ايه ده، عنده برد، عنده مرض بتاع. فيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعلمكم كل ده. وقبل اي حاجه ما تنساش تنزل تصلي على النبي في كومنت على نفسك السلام، وتحط لنا لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نخش على الفيديو. سلام. رقم واحد هنبدا بيها الخطوه الاولى، انت مثلا رايح تشتري حمام فعجبك القص ده مثلا، عجبك القص ده مثلا، عجبك ده اهو، ايه القص ده عجبوك، اول حاجه تبص عليها من عند بقها كده، من عند بق ذكر او بق النتايه، هتلاقي في مكان كده ايه للتاكيل كده، هيبان ان هما بياكلوا زغاليل، فكده القص دول ايه هيبانوا ان هما بياكلوا يعني شغالين. تاني حاجه القص مش هيبقوا كشين، الدكر كل شويه يزوم زي كده، فاهمني؟ الدكر صاحي، ان كده صاحيه بتاع. نخش على القص تاني نوريكم، بس فككم من هنا اهو، دي القص الحلو، هتلاقي القص وان الدكر وان صاحيين كده بتاع، فاهمني؟ تاني حاجه مش هتجيب حمام ريشه متقصقص متبهدل متنتف بتاع متعور في رجله متعور في دماغه وكده، هتجيب حمام اللي هو يكون ايه زي ده كده، حمام عادي، والاحسن تكون جايبه من حد مضمون، تمام. تاني حاجه ولا تالت حاجه ولا رابع حاجه مش هتفرق، تكون جايبهم نفس الشكل، يعني ما تجيش تجيب لي انت عامل زي كده وده كار عامل زي كده، لا تجيب القص نفس النوع، القص ايه نفس النوع، يعني مثلا اهو امري وامري، ازرق قطيفة وازرق قطيفة، ان شاء الله باظ ان شاء الله باظ، فاهمني؟ استر العادة استر العادة، نفس الشكل نفس كل حاجة، تمام. وانا برضك نفس الكلام، كله نفس الكلام كده اهو، اكشاك سود كركنديات كله، والقص الحلوس، ف بتجيبهم من حد مضمون عشان لو فيهم برضك اي حاجة بترجعهم تاني. طبعا انت لو عملت كل اللي انا قلت لك عليه ده، وبصيت للحمام ما عندوش برد، ايه تاني الحمام شغال، احنا بصينا على كل ده وشفنا الحمام صاحي قدام عينينا وبتاع، بنخش بقى على مستويات التقليب. التقليب بنبص على تقليب فرد الحمام، فرد الحمام كل ما يكون تقليبه اعلى كل ما يكون ايه اغلى. نبدا مثلا، عايزين نخش مثلا في شرح مثلا في نوع الكشك. عندك الكشك، الكشك كل ما يكون اقصر، تمسك بردك فرد الحمام كده اهو، بصوا فرد الحمام كده من وسطه بتشوف قوة جناحه، تمام. لو فرد الحمام ما بيتعفاش معاك كده تعرف ان فرد الحمام ده ايه تعبان، فما تجيبوش، لازم فرد الحمام يتعفى في ايدك ويبقى عافي كده وانت ماسك فرد الحمام. فبردك هنبصوا على مستويات الكشك، الكشك كل ما يكون حجمه اصغر كل ما يكون ايه اغلى، كل ما يكون حجمه كبير كل ما يكون ايه ارخص. يعني الامر ده حجمه كبير شويه فايه على قد فلوسه، وده حجمه صغير شويه فاهمني، فعلى قد بردك ايه على قد فلوسه، كل حاجه على قد فلوسها فاهمني. عندك مثلا ازرق قطيفه دول نوع مستوى كبير، احنا لسه ما خلصناش في البنادي في الكشاك، لازم يبقى عنده فله، الفله دي بتبقى مرسومه حلوه، يعني الفله مرسومه مرسومه رسمه صح. بص الفله تاني حاجة البورنيتو أو الدبوس، تفرق حاجة اسمها بورنيتو وفي حاجة اسمها دبوس. الكتف بيبقى لونه أحمر زي ما انتم شايفين اهو، هو زي ما احنا مش شايفين كده، الديل بيبقى أبيض، ما بيبقاش فيه لطشات تانية ولا في ديله ولا في وشه ولا في دماغه، زي ما مرسومة كده قدام عينيكم، تمام. وتاني دماغه كده بتكون شبه المكعب كده، استنى نوريكم، بص دماغه بتبقى عامله ازاي، دي دماغ الكشاك شايفين، حجمه بقى قصير. طلعنا لكم الحاجات اللي فيه، بيبقى فيه شرابات، شرابات ما تبقاش طويله زي الشقلبات، شرابات على قد رجله بالظبط، زي كده، بصوا الفرق، ده الشقلباز ده ايه ده كشك، في فرق، بصوا
شاء الله. لا اكبر، عايزين نبقى نسيبهم شويه. تاني بس كده، وتتاكد بس ان الحمام شغال والدنيا تمام، ولو بيقلش بردك هاته عادي مفيش مشاكل. ولو وصلنا لغايه هنا اللايك والاشتراك في القناه. بس ايه، احنا نسينا نقول لكم على حاجه. ايه هي الحاجه وبتاع؟ قولوا معايا. بتاكل الحمام اللي معاه زغاليل 3 مرات في اليوم، ما تجيش تاكله مرتين. مرتين الحمام ما بيبقاش ايه صحته قويه. وبتحطي كبشتين كبار وتوسع، اللي معاه زغاليل 3 مرات، واللي معاهوش زي كده مره واحده في اليوم، اللي هي بتبقى الصبح في ميعاد ثابت. هتقولي مثلا ايه، الصبح على العصر، ماشي كل يوم الصبح على العصر. طب الحمام ده الساعه 7 الصبح، الساعه 7 المغرب، بالليل، مش هتفرق قسمها له، بس خلي في كل وقت كده ايه مسافه بعيده، يكون هضمه الاكل واكله الزغاليل وظبطوا دنيته. بتغير المره المايه كام مره في اليوم؟ هي مره واحده، لا الصبح زي دلوقتي وانت بتاكل ايه الحمام. فيا رب نكون اتعلمنا فيديو النهارده كام معلومه واستفدتوا مننا. واهم حاجه تهتم بالزغاليل، الزغلول عنده اسهالات، تديله فلاجيل، تديله يعني تعال شوف اللي عنده ايه وتحلها، تمام؟ ولو بردك لو في اي حاجه واقفه معاكم انزلوا اكتبوا لي تعليقات، وانا اشوف التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله في اسرع وقت. و استنوا كده عشان انا كل شويه اعطس، مش عارف ايه، مش عارف كل شويه اعطس. المهم زي ما قلنا لكم كده، وان شاء الله باذن الله نكون اتعلمنا في فيديو النهارده. تعالوا بردك نبص على ايه، على القص اللي احنا جبناها جديده، ونبص على الفرقان دي. يلا بينا نبص كده نشوف دنيتهم ايه. طبعا واحدة شغالة وواحدة لا زي ما احنا متعودين اهو، على طول كده. العيب منين؟ من ذكر ذكر. المهم بصوا ما شاء الله مطلعين زغلول ايه فاتح كده وازاز. دول بقى اللي ايه مش عايزين يشتغلوا، فهنصبر عليهم، ما اشتغلوش نرجعهم. بس كده الزغلول الازرق بردك طالع لونه فاتح، طالع لونه جميل. بصوا حمام ما شاء الله ما بمسكه، حجمه حلو. مش ليه؟ عشان باكلهم 3 مرات. بصوا التقليب، الله اكبر، ده تقليبه حلو، ده مستوى جميل، مستوى احلى من اللي هما التانيين دول، هيطلع مستوى جميل قوي عشان لونه فاتح ما شاء الله، حجمه كبير، تمام. بصوا الله اكبر، الله اكبر، طلع واحد بس، اخوه التاني مش موجود. ماشي، لو وصلنا لغايه هنا اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساش تصلي على النبي، ويلا سلام.